السلام عليكم أصدقائي أصدقائتي أحبائي حبيباتي، مرحبا بكم معايا اليوم برنامج جديد ميوزيك أند فود. البوزروك شحال واحد ما كيبغيش الأغلبية على قضية لاصوص دو طوماط، كلشي كيطيبو بلاصوص دو طوماط. اليوم غنوريكم جوج طريقات باش تصوبوه، الطريقة الأولى اللي كيدار في الفران والطريقة الثانية اللي كيطيب فوق البوطة. اللي ما عندوش الفران ها الطريقة اللي غادي يصوبو فوق البوطة، واللي عندو الفران يقدر يديرو في الفران. يلاه معايا تتسويت.
فوالا سيداتي وسادتي، بعد ما ضربنا ديك البوجروك تبارك الله دار ليا واحد الطيارة زعما فريمون سخان بزاف وشابع دي فيتامين وريحة البحر ويا سلام. المهم الحمد لله شبعنا الكريشه، دابا غادي نجينا للاستوديو غادي نبدا بواحد الاغنيه ان شاء الله للضيف تاعي الحلقه الجايه، باش غادي يغني واحد الاغنيه اللي هي رائعه بزاف وغادي تسمعوه. هو مغني مغربي عنده واحد الصوت هائل، دابا نخليه لكم تكتشفوه معنا ان شاء الله بعد غدا. ودابا كنتمنى باش تبارطاجيو معنا لي فيديو ولي سبسكرايب ولي لايك ولي كومونتير كلشي كوم سا باش تكثروا شويه في الانرجي وتدعمونا وتشجعونا. فوالا كنتمنى لكم ليله سعيده ونهار جميل والى الحلقه القادمه ان شاء الله. And now music.